السلام عليكم. صباح النور بركة الله. تفضل تفضل سيدي تفضل. تدعم قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ببعض التدشينات ووضع حجر الأساس الذي قامت به السيدة الوالي منذ صباحة هذا اليوم، حيث أشرفت صباحة اليوم على وضع حجر الأساس للمدرسة القرآنية الرحمن بالحدائق، وكذلك تدشين مدرسة قرآنية غزوة بدر بحي 20 أوت. وبهذا تنضاف هذه الهياكل لمجموع هياكل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف الخاصة بالتعليم القرآني. والحمد لله وفقنا ربي سبحانه باش نبنيو هذا الصرح في الوقت الحالي هذا في ظرف قياسي ما شاء الله. المدرسة هذه بها أقسام قرآنية، بها سكنات وظيفية، بها كذلك موظفين وموظفات من طرف الشؤون الدينية ومتطوعات.